اللهم سد رمينا يا الله، اللهم سد رمينا، اللهم سد رمينا. انتصارا لأرواح الشهداء، بهذه الكلمات أعلن المجلس العسكري الثوري لدمشق وريفها عن بدء معركة زلزال الشام، ويتضمن البيان استهداف جميع المراكز الأمنية وأماكن تجمع قوات النظام وميليشيات الشبيحة. قوات النظام المتمركزة في ساحة الأمويين كانت أول المستهدفين، حيث قامت كتيبة أسامة بن زيد بإمطار الساحة بعدة قذائف هاون أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في صفوف قوات النظام. كما قصف ثوار مطار المزة العسكري محدثين دمارا كبيرا في مدارج المطار. ساحة العباسيين التي حولها النظام إلى ثكنة عسكرية هي الأخرى كانت في مرمى نيران الجيش السوري الحر. قذائف الهاون سقطت وسط قوات النظام بحسب ناشطين، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى، ودمرت عددا من الآليات العسكرية هناك. الثوار استكملوا قصفهم باستهداف كتيبة كمال مشارقة على المتحلق الجنوبي، محققين فيها إصابات مباشرة، في حين قام الثوار في مدينة دارية بتدمير مقر لميليشيات الشبيحة، وبث ناشطون صورا تظهر دخانا أسودا يصعد من المقر. الله أكبر، الله أكبر، الأسلحة التي تردع الدبابات. كما يواصل الجيش الحر إعلانه منطقة طريق مطار دمشق الدولي منطقة عسكرية مغلقة، بالتزامن مع استهداف المطار والثكنات العسكرية المنتشرة حوله، ما أدى لدمار كبير في مقرات النظام. الله أكبر. وبإعلان بدء زلزال دمشق يكون الثوار بذلك قد أعدوا العدة لمعركتهم التي عقدوا العزم على خوضها بعد أن سيطروا على العديد من مراكز النظام حول العاصمة دمشق. معركة إذا ما نجحت تكون قد وضعت حدا لإجرام النظام بحق السوريين. جبهة العتبة معركة النصر القادمة من الشام.